سؤال عشان ناخد تعقيبات سريعه جدا، امتى الاسعار دي ممكن تنخفض؟ هتنخفض ولا هتزيد؟ هتنخفض لو بطلنا احتكار، هتنخفض لو في منافسه شريفه، سواء بقى صناعه ولا تجاره ولا استيراد، لازم الكل ينافس بما يرضي الله. ولو ما نبقاش كل سلعه بعيد عن الفراخ، كل سلعه هنشوفها اتنين ثلاثه اللي بيتحكموا فيها. الجيش اضع الاحتكار في حاجتين، فاكر لبن الاطفال لما كان بيتباع ب 60 عشان شركه واحده، الفراخ بيبيعها ب 25 وهي دلوقتي تخطت 32 33، لازم يبقى فيه منافسه. نمره واحد، انا مش ضد الاستثمار العربي، بس يجي بفلوسه اهلا وسهلا على راسنا، انما بياخد فلوسنا اللي احنا حاطينها في البنوك وبيطلع الدولار يحوله وبيشتريه من السوق السوداء. ازمه الدولار اساسا في الارباح الرهيبه اللي بيعملوها المستثمرين، ولكن بفلوسه اهلا وسهلا على راسنا. في النهايه احنا بقى لنا 3 شهور ما بنستوردش، عشان بس ما يقولوش ان احنا سبب الازمه. احنا جينا النهارده، انتوا زودتوا الفراخ ليه؟ طيب رفعتوا الاسعار ليه؟ هو السؤال ليكم انتوا. اتفضل يا دكتوره، اتفضلي. انا هقول لحضرتك ان احنا بيزيد سعر الدولار طبقا لسعر المدخلات، طبقا لسعر ما هو مستورد من علف ولقاحات، ودي الحلول اللي اتوضعت ان احنا هنزرع الذره وهنبني مصنع للقاحات. والحاجه الثانيه انا عايزه اقول ان البلد لما تعتمد على نفسها وهنشتغل اكتر وهيبقى عندنا انتاج محلي في كل شيء، سعر الدولار هينزل. الاستيراد يبقى منتج محلي، ندعم الصناعه المحليه. انا مع الصناعه المحليه ومع المصري، انا مش هموت من الجوع ابدا. احنا لو قلنا السنه دي على كل اصل انا سامعه، معلش اديني اديني ثانيه، كل المصريين بيتكلموا من زياده الاسعار، كل السلع الغذائيه، عمرنا ما هنموت من الجوع، بس ازاي نشتغل، ازاي نقوي نفسنا كوطن. دكتور هي سريعا، انا سريعا كنت عايز احل، يبقى انا لازم اللي زي ما قلت الاتحاد يزود الكميه، القوات المسلحه وشركه خبضه تزود الطاقه الاستيراديه عشان الازمه، لابد ان انا اشوف الفلاح ادعمه عشان هو يزرع الذره الصفراء، لابد ان انا اشوف اعوض المربي الصغير اذا كان عنده امراض. الدكتوره قالت الكشف والكلام ده، بلاك هتفضل مرتفعه لامتى؟ طول يناير مثلا ولا لحد ما يخلص فصل الشتاء؟ فصل الشتاء انا عندي شهرين فصل الشتاء. تعالى اتفرج على رمضان يا احمد، ده شوف رمضان هيحصل ايه. رمضان لا طيب. احنا عايزين نحل، احنا مش يا عم احمد، انا بقول لك شوف رمضان هيحصل فيه ايه. بيحصل ايه؟ مش كلام على هوا ومش يعني. يبقى انا ازود الطاقه الانتاجيه، شوف اللي احنا قلته في الاول، نزود الطاقه الانتاجيه. يعني احنا بنتكلم على شهرين، نزود الطاقه الانتاجيه ونشوف المشاكل بتاعتنا والمزارع تشتغل مره، ونشوف الاسباب ايه، ندعمها، شكرا، نشوف لها فلوس، نشوف الادويه ده، ونحل الموضوع. سهل جدا الموضوع. شكرا دكتور، شكرا جزيلا احمد، هيحل الحاجات. شكرا جزيلا، مش طويلة. بشكركم، صباح على خير. يوم السبت، اوعى تنسوا يوم السبت حلقة مهمة. يا دكتور، يا احمد بيه، عايز اختم والله يا فندم. طيب هنجيب لك بتوع الاحتكار. طيب يا احمد بيه، لا معلش، ما تقوليش اعراض يا فندم. خمس سنين. طيب بشكركم والله يا فندم، لازم اختم والله، لازم اختم. متشكرين، شكرا يا احمد بيه، شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يوم السبت، صباح على خير.